يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التذلل أو الذل للعالم من أجل، هل الذل للعالم من أجل أن يبذل له مزيدا من العلم الذي آتاه الله، هل هذا الأمر منهي عنه وهل فيه عبودية لغير الله؟ هذا تأدب وليس هو من العبودية، هذا من باب التأدب مع أهل العلم وأهل وكبار السن والوقار، هذا مطلوب أن الإنسان يقدرهم وأنه يجلهم على ما عندهم من العلم وكبر السن، ولا يعتبر هذا من العبودية، يعتبر من العبادة. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، هذا من العبادة. نعم.